يبارك في كشك. اسمك ايه بقى؟ اسمي تهاني وجيه عبد الله الجامع. تهاني بقى احكي لي بالظبط ايه اللي حصل. انا معايا بنت عاجزه عندها 6 سنين، ما كانت عايزه، بعمل لها عمليه تطول او طرو تطول في حوض الميه، ما كنتش لاقي حد يديني، فجبت مبلغ وعملت لها العمليه والعمليه عامه ما نجحتش، وبنتي سبتها وحياتها اتدمرت بره. واول حاجه يعني بحمد ربنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جنبنا وصندوق تحيه مصر، ونشكر كل رجال الداخليه، نشكر وزاره الداخليه جامد يعني، ان حياتي اتحطمت. انا كنت واخده 25 سنه كنتش متخيله ان اخرج في يوم من الايام، ومحبوسه من يعني بقى لي شهرين، انا ما كنتش متخيله ان انا اخرج في المده دي. نشكر كل حد وقف جنب الغريمات يا رب، ونشكر الرئيس. حياه جديده يعني انت يعني حياة جديدة طبعا، حياة جديدة. ده 25 سنة كان هيضيع من عمري وبنتي، وحياتي اتدمرت بره، وجوزي اتخلى عني، وحياتي اتحطمت بره، وسايبه بنت عاجزة وعيل عنده 3 سنين ومعيش حد بره، هي اختي دي، وكانت هتخش في العيد، كنت شايله هم بنتي مين هيعمل لها ومين هيخدمها غيري. بحمد ربنا يا رب، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر صندوق تحيا مصر ووزارة الداخلية. انت حد كلمك الاول يعني كلموك ازاي وقالوك ان احنا هندفع لك الفلوس؟ هما عندنا هناك في السجن دمنهور، سجن دمنهور عامه المبادره بتاع الرئيس طبعا، ولما بنتي جات لي زياره ووقفوا جنبي بجد يعني، ما كنتش متخيله ان نخرج والله، ما كنت متخيله. حكت لهم القصه وتواصلوا مع ده، الدين ما كانش راضي يتنازل اصلا، كان معاند معايا. بنشكرهم بجد ان هما وقفوا جنبي بجد. نفسهم طويل بقى ان هما قعدوا يعني الناس هنا في القطاع السجون؟ لا طبعا، اتواصلوا بجد وخلصوا لي الموضوع بسهوله، ما كنتش متخيله ان هو يخلص اصلا. هم لما اتدخلوا بجد الموضوع خلص بسرعه يعني. كنت حد بيخاف عليكم؟ ايوه طبعا، وخايفين علينا. هم لو مش خايفين علينا ما كانوا من اول مره الشكه قال لهم انا مش هتنزل، كانوا طنشوا وشافوا غيرنا. ممكن هم حاولوا مره واثنين وثلاثه لغايه ما خلصونا يعني، ما همش واخدين الحياه هزار ولا لعب ولا الكلام ده.